نردد بقانون المرأة 113 الذي نقول بأننا نرفضه جملة وتفصيلا، وخرجنا كذلك باش أننا نطالب بالمطالب الأربعة الأصلية تاع التنسيقية اللي خرجنا على أساسهم نهار 25 نوفمبر بالدار البيضاء، اللي هما أن النضال من أجل استرجاع الأراضي ديالنا سواء اللي نهبوها باسم الملك الغابوي ولا اللي فوتوها لشركة المعادن ولا جميع الاراضي اللي كتبقى اراضي القبائل والافراد. وخرجنا كذلك باش اننا ندوا بسياسه استيطان الخنزير البري والحيوانات المفترسه في الاراضي ديالنا. وجينا كذلك باش اننا نسرقوا سياسه التسييج اللي كدار الاراضي ديالنا والمناطق ديالنا. وجينا ايضا باش اننا نطالبوا بالحق ديالنا من الثروه المعدنيه اللي كتخرج من هذه الاراضي ومن اراضي القبائل. لهذه الاسباب اللي خرجنا اليوم اننا نتظاهروا بعد ما صمت الحكومه والدوله الاذان ديالها طيله هذه المرحله اللي تبعت مسيره 25 نوفمبر بالدار البيضاء. وجينا اليوم باش اننا نقولوا باننا لن نتنازل عن ضرب النضال وان نضالنا سيستمر الى حين تحقيق مطالبنا. هذه المسيره امتداد لواحد وقفه كانت في الرباط ومسيره اخرى مليونيه كانت في الدار البيضاء، وواحد مجموعه ديال الوقفات كانت نهار 13 في داخل الوطن 12 مدينه مغربيه واوروبا وامريكا وكندا. اليوم جينا من جديد باش نددوا بنفس السياسات اللي نددنا بها سابقا وبالاذان الصامه اللي كتواجهنا بها الدوله، وكذلك كنطالبوا بنفس الحقوق اللي هي التوزيع العادل والمنصف للثروه، وكذلك الاسقاط ديال الضهائر ديال المستعمر والاسقاط ديال القانون 113 والابعاد ديال الخنزير البري المافيا ديال الرعاة الجائر في المناطق ديالنا. وكنوجه واحد الرساله لهذه الجماهير اللي ما زالت صامده وما زالت على عهدها ووهدها، ونعاهدهم كذلك نحن بالله وبالدماء الامازيغيه التي تجري في عروقنا باننا لن نتخلى على قضيتنا ومستعدين لدفع الثمن مهما كان هذا الثمن مقابل استرجاع الارض واسترجاع الحقوق. المطالب ديالنا هي مطالب مشروعه، وهي لا لتسييج الغابات اللي هي اكال ديال السكان، لا للقانون 113 لا للرعي الجائر لا للخنزير. هادو هما المطالب ديالنا اللي حنايا كنرفضوهم، وبغينا الاراضي ديالنا ترجع لا للضهائر الاستعماريه. هاد المسيره هادي مسيره ناجحه مليون في المية، خرجوا فيها سواسه وححان وشيشاوه وجميع الامازيغ، لانهم ضهائر الاستعماريه، ضهائر اللي هي خضت لنا الاراضي ديالنا، سولت على الثروات ديالنا، سولت على اركان ديالنا، سولت على الغابات ديالنا، وطلقوا علينا الخنزير وتكرفسوا الناس ولا التهجير القسري ديال الساكنه. هذا هو السبب اللي خلانا نخرجوا ونقولوا لا للظهار الاستعماريه، لا لاخذ الثروات من اراضينا سواء الثروات الباطنيه ولا الثروات المائيه. هذا هما الاسباب ديال الخروج ديالنا اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.